السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكل مشاهدي ومشاهدات قناة الحكمة الكرام، وبالأخص برنامجنا برنامج حياتك رسالة اللي بنحاول نتواصل بيه مع كل أسرة عربية وكمان كل بيت عربي، واللي كمان بنحاول نجيب من خلاله الأخبار اللي بتهم كل الأشبال على مختلف أعمارهم وكمان أفكارهم. برنامجنا للأشبال وبالأشبال يتواصل، إحنا منهم وهم أكيد مننا، وعشان كده بالتأكيد أخبارهم وآلامهم وطموحاتهم زي ما بتهمهم كمان بتهمنا. بالتأكيد إن كل إنسان في الوجود وجوده مش عالة، لكن بالتأكيد لكل إنسان في الوجود رسالة، وعشان كده حبينا نقدم لحضراتكم النهاردة من خلال شاشتنا، شاشة قناة الحكمة الفضائية، برنامج حياتك رسالة، واللي بنتناول فيه بالتفصيل في كل حلقة رسالة موجودة لواحد في وسطينا، لكن دوره بيبقى مهم جدا في حياتنا. يا ترى قام بالدور ده على اكمل وجه، ولا يا ترى عايش وكانه مش عايش عشان ملوش رساله في حياته؟ ورسالتنا النهارده رساله مهمه جدا، وهي رساله رجل السياسه. وليه لا علشان دلوقتي كل واحد في البلد دي بقى يتكلم، وخصوصا بعد ثوره 25 يناير على السياسه. وعلشان يكون موضوعنا اكثر وضوحا، يسعدنا ويشرفنا ان احنا النهارده يكون معانا الدكتور حسام الشاذلي، رئيس حزب ثوار التحرير. اهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله تمام. كمان بيسعدنا يكون معانا اعزائي المشاهدين والمشاهدات بعض الاشبال، ونبدا من اليمين معانا احمد عادل. ازيك يا احمد؟ الحمد لله. ازيك؟ عامل ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. كمان معانا احمد الشاذلي. ازيك يا احمد؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. كمان معانا احمد عفيفي. ازيك يا احمد؟ الحمد لله كويس. تمام الحمد لله، منورينا ومنور حضرتك بجد. منور يا احمد. الله. قبل ما نبدا حوارنا، نتمنى ان الساده المشاهدين يشاركونا بارائهم وباتصالاتهم وتساؤلاتهم، وان شاء الله هيلاقوا في حلقتنا كل اللي هيتمنوه وهيعرفوا. نبدا مع حضرتك يا دكتور حسام، ونقول ليه سبت حضرتك الطب واتجهت للعمل بالسياسه؟ احنا عرفنا ان حضرتك كنت طبيب، بس سبت الطب واتجهت للعمل بالسياسه. هو احمد اللي حصل حقيقه ان كان بيحصل لكل شاب مصري في العصر اللي فات. تمام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا لما اتخرجت، طبعا انا اول شهاده درستها كانت طب بيطري، وبعد كده اخدت دبلوم طب طوارئ. لكن اللي حصل ايه؟ ان شركات في الادويه، شركات في الوقت ده، وكانت الشركات دي تعتبر هي احسن الفرص اللي ممكن تلاقيها شاب بيتخرج من كليه الطب، لان كانت تحتاج ان اطباء عشان يعملوا فيها. في نفس الوقت انا كنت عندي شركه صغيره بتاعتي وانا في الكليه، كنت عامل شركه توزيع، شركه مستلزمات طبيه، انا ومجموعه من اصحابي. فلما رحت اعمل انترفيو في الشركه العالميه دي، عينوني في الشركه وانا لسه ما خلصتش، فده اللي خلاني يعني جات لي فرصه كويسه جدا ودخلت في مجال هو حقيقه انا ما سبتوش. يعني بمعنى ايه؟ هو ما ينفعش تشتغل في المجال ده، لان احنا كانت مهمتنا ان احنا نشرح الادويه الجديده اللي في العالم للاطباء في المستشفيات، فكان لازم تبقى طبيب. يعني كان من شروط التعيين انك تبقى طبيب، لكن تقدر تقول سبت مزاوله المهنه، يعني ما زاولتش. يعني حضرتك ما سبتش الطب كطب، لكن في الاول يعني حضرتك ما سبتوش خالص. لكن اللي حصل بعد شويه كان غريب جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى انه الشركات دي بتتبنى على عمليات الاستراتيجيات وادارات التغيير والقدره على انك تتعامل مع الاسواق المختلفه والاتصال والحاجات دي مع الناس. فبدا الموضوع يتطور معايا بسرعه جدا، وصلت ان انا يعني قدرت اكون مدير احد الشركات العالميه في وقت صغير قوي. فالموضوع ده دخلني في ان انا بدات ادرس موضوع اداره التغيير والتخطيط الاستراتيجي، ولقيت نفسي عند اللحظه دي حاسس ان المفروض اللي يتعمل بالكلام ده. بعد ما خدت، انا خدت ماجستير في اداره التغيير من جامعه ليفربول بعد كده، وبعدين خدت دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي والعلوم السياسيه. لقيت ان الدور ممكن يبقى اقوى بكتير اللي ممكن تعمله في حياتك، وزي ما انت بتقول الرساله اللي ممكن تقدمها ممكن انها تتشعب في اكتر من مجال. ده اللي حصل بالظبط يعني. تمام. طب معروف يا دكتور ان عمليه بناء مؤسسات الدوله الحديثه بتقع على كاهل رجال السياسه، وكل ما كانوا واعيين للعمل السياسي ده، كل ما قدروا يبنوا دوله حديثه بيرتقي نظامها لمصاف الدول المتقدمه. ايه الدور السياسي الحيوي اللي حضرتك ممكن تقوم بيه، اللي ممكن يقوم بيه حزب ثوار التحرير؟ هو النهارده المنظومه الديمقراطيه يا احمد، عمليه ان احنا لازم يعني نفرق بين شيء مهم جدا زي ما قلنا قبل كده دايما، ان الثوره حاجه والتغيير الديمقراطي حاجه. تمام. الثوره بتبقى حدث بيحصل بسرعه وبينتج عنه احداث معينه، وقد ينتج عنه عنف وقد ينتج عنه احداث مأساويه، لكن التغيير الديمقراطي
ده عملية بتتطلب وضع استراتيجيات ومراحل معينة. تمام. أهم عامل بيتحكم في نمو المنظومة دي هو المنظومة الحزبية. ليه؟ لأن الأحزاب هي القناة الشرعية اللي ممكن عن طريقها كل الناس تعبر عن رأيهم في السياسة، ويختاروا أعضاء برلمان ويحطوا الدستور بتاعهم، وبعد كده يختاروا رئيس للجمهورية ويختاروا، يعني اللي أنا عايز أقوله الأحزاب هي أهم عامل محرك للحياة السياسية الديمقراطية في أي بلد ديمقراطي. عشان كده دور حزب ثوار التحرير المصري في الموضوع ده مهم جدا زي كل الأحزاب التانية. إن هو بيحلم بأن احنا نقدر نبني مصر الجديدة بعد الثورة اللي ما فيهاش فساد، اللي رئيسها بيمثل شعبها، اللي نقدر نعيش فيها كلنا بكرامة، ونقدر نحصل فيها على حقوقنا في كل المجالات وأهمها التعليم والصحة والمسكن والحياة الكريمة، اللي يكون فيها المواطن المصري مواطن حر كريم، واللي توصل فيها مصر في يوم من الأيام إن شاء الله أنها تكون دولة عظمى ويفتخر كل إنسان فيها أنه مصري في أي مكان على الأرض، وترجع لمكانتها القديمة تاني. وترجع لمكانتها القديمة. طب عرفنا أن حضرتك رئيس حزب ثوار التحرير، أنت جت لحضرتك الفكرة أن حضرتك تشارك في أحزاب سياسية؟ هو حقيقة يعني أنا طبعا موضوع الخدمة العامة والنشاط السياسي كان موجود من أيام الجامعة، لأن أنا كنت في يعني كنت رئيس اتحاد طلبة في اللجنة الثقافية، وكنت على مستوى كمان المحافظة اللي أنا فيها، وكنت يعني زي ما انضربت من الأمن المركزي مع الناس وجروا ورانا في الكلية، وحصل نفس اللي كان بيحصل في كل الأماكن دي. الفكرة نفسها بتاعت العمل السياسي كانت دايما موجودة، وكان دايما في دماغي، يعني كان الشيء اللي كان يعني تعبني جدا في آخر 4-5 سنين إزاي أنا ممكن أعمل حاجة في مصر. تمام. لأن أنا اشتغلت في دول كتيرة جدا، وكنت في وقت من الأوقات يعني استشاري لمشاريع دولية كانت بتطور منظومات ودول وحاجات في أماكن، لكن ما كانش عندي الفرصة أن أنا أعمل ده في مصر بسبب المنظومة اللي كانت موجودة في الوقت اللي فات. فده اللي حصل. فلما ظهرت أو بدأت الثورة، ولما شاركت مع الناس في اللي حصل في الثورة، ولما الحمد لله ربنا كرمنا وخلصنا من الرئيس المخلوع والنظام بتاعه، كان لازم ان انا اشارك. حقيقة انا لما شاركت في الحزب ده كان لسه حسني مبارك ما مسيش، يعني الحزب ده بدأ يوم 5 فبراير، واسسه الاستاذ ياسر العمدة، هو اللي عمل فكرة الحزب، وبعد كده انا اشتركت فيه بعديها. واللي حصل ان بعد كده تنحى مبارك وظهر الحزب كمنظومة قوية جدا على الساحة السياسية. الحمد لله النهاردة الحزب موجود في محافظات كتيرة جدا في مصر، وتقدر تقول ان يعني من اكتر الاحزاب المنتشرة والحمد لله. فده كان يعني شيء عادي جدا، لازم ان كل انسان عايز يخدم مصر. وانا يمكن قلت قبل كده قريب، الناس كانت عايزة تروح ميدان التحرير يوم الجمعة اللي فات، وكانوا بيقولوا جمعة الغضب الثانية والكلام اللي انت سمعته واللي احنا كلنا سمعناه ده. انا قلت يعني رسالة واضحة للحكومة وللناس، الناس كلها من حقها انها تعترض، الناس كلها من حقها انها تقول فين التغيير، فين مصر اللي انتم بتقولون عليها بعد الثورة. لكن مين السبب؟ هل الناس غلطانة عشان بتروح ميدان التحرير؟ لا، الناس مش غلطان. اللي غلطان اللي قفل حنفية الديمقراطية. يعني ايه؟ لما طلع قانون الأحزاب يا أحمد، قانون الأحزاب كان معقد، الجديد اللي اتعمل بعد الثورة، يفترض ان انت بعد الثورة المفروض تسهل كل حاجة عشان الناس تعمل أحزاب، لكن للأسف القانون اللي كان ظاهر كان في عدد من التوكيلات كبير جدا مطلوب، 5000 توكيل، القانون القديم كان 1000. فاللي حصل الناس كتيرة جدا من اللي انت بتشوفهم في التحرير دول بيروحوا لأن عندهم مشكلة، مش ملاقيين القناة الشرعية اللي يقدروا يعبروا فيها عن رأيهم. صعب جدا انهم يعملوا حزب مقام على الشروط الجديدة. عشان كده لو احنا فعلا عطينا الفرصة لكل الناس، مش هتلاقي حد في ميدان التحرير، هتلاقي الناس كلها بتشتغل سياسة وكل اللي، لان انت عارف طبعا فكرة الحزب هي ان مجموعة معينة تجتمع على رأي معين وعلى هدف معين عايزة توصله. واي حزب المفروض من اساس تكوينه انه بيأمل انه في يوم من الايام يمسك الحكومة، والا ملوش لازمه يعني عشان تبقى عارف. حتى لو كان حزب معارض او صغير او كبير، بس عايز يمسك الحكومه، هو المفروض كده، يعني المفروض انه يعمل لذلك يعني. تمام. فهو ده اللي حصل بالنسبه للحزب. واعتقد ان حزب ثوار التحرير النهارده البرنامج بتاعه، اهدافه، الياته مختلفه شويه عن بقيه الاحزاب، لان احنا يمكن من الاحزاب اللي قالت احنا مش ممكن نعتقد ان احنا كل حاجه، احنا جزء من الكل. فاحنا حطينا الاهداف والاليات وكل حاجه على اننا نشتغل على اماكن معينه
عشان نقدر نعمل. دكتور حضرتك كنت بتقول ان حضرتك فكرت في السياسة من وحضرتك في كلية واقل من كده، ودي على كده ان حضرتك كنت في اللجنة في اتحاد الطلبة اللجنة الثقافية. تمام. دلوقتي للأسف في كتير من أشبالنا نيجي نكلمهم، من أشبالنا وشبابنا نيجي نكلمهم على السياسة يقول لنا يا عم سيبك الكلام ده أكبر مننا، وحضرتك يعني حضرتك ما كنتش كده. طب ينفع كلام حضرتك تنصح أشبالنا؟ كلام صحيح يا أحمد، كلام صحيح. شوف اللي حصل في 30 سنة اللي فاتت يا أحمد أثر على كل حاجة. تمام. هم احنا بنقول النهاردة هم جرفوا البلد، أو يعني شالوا بينها السياسة والتفكير السياسي على مستوى الناس الكبار، لا على الصغيرين كمان. ما هو انت النهارده لما تخلي اكتر حاجه ممكن تحرك البيت الكوره، لما تخلي اكتر حاجه الناس مستنياها عشان تفرح وتعمل الكوره والماتش، تمام؟ صح. في ايه اللي بيحصل؟ بيحصل الاهتمامات الحقيقيه بتختفي لما الاليات اللي محطوطه في المدارس، يعني انت كان معروف ايام زمان جدا ان اتحاد الطلبه شيء مهم جدا، جدا، وان الطالب عايز يبقى رئيس اتحاد وعايز يبقى ليه، لما يصل ان اتحاد الطلبه في الجامعات يتم الاستيلاء عليها من امن الدوله، ما كانش في حاجه اسمها اتحاد طلبه، يعني اتحاد الطلبه اللي كان موجود في الجامعه ده كان بيتعين، يعني كانوا بيجيبوه، فخلاص انت كده افقدت الناس حقهم، فعشان كده الناس كلها بدات تفقد الحاجه اللي كمان الاخطر مفهوم السياسه. يعني انت النهارده الناس مش الاشبال بس، يعني ده الكبار لما كنا بنيجي نكلمهم ساعات نقول لهم انضموا الاحزاب وكده يقول لك سياسه ايه وانا مش ناقص وجع دماغ. الفكره ان احنا لازم نعرف حاجه بسيطه ايه، يعني ايه سياسه. تمام. السياسه هي العيشه واللي عايشينها، ده التعريف اللي انا بقوله دايما وببساطه، هي التعليم اللي انت ممكن تتعلمه انك تدخل مدرسه كويسه ويبقى لك حق في تعليم محترم، مش لازم تاخد دروس خصوصيه وتكون غني عشان تتفوق. تمام. ان لما واحد لا قدر الله يتعب ولا ابنه يتعب يروح اي مستشفى قريبه حكوميه او اي وحده ويلاقي علاج محترم ممكن يسيبوه والله يموت. هي دي السياسه اللي انا عايز اقوله، السياسه ان انت تبقى عايز تعيش احسن. السياسه كمان فيها جزء معين جدا ان انت تهتم باللي بيحصل حواليك، ديننا امرنا. انت عارف الناس بتقول الثوره وعماله تقيس على الثورات بره، انما احنا يمكن نسينا الايه الكريمه اللي بتقول كنتم خير امه اخرجت للناس فأمرونا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله العظيم. يعني ايه؟ يعني ثورة، يعني ثورة، يعني لقيتوا الراجل ده كويس كان بها واستمروا معاه، ما لقيتوش كويس لا نشيله. فاللي انا عايز اقوله حتى ديننا بيأمرنا ان احنا نهتم بالموضوع. طب دكتور نستأذن حضرتك ونروح لأشبالنا ونبدأ مع احمد عادل ونقول له احمد هل انت فاهم معنى حزب سياسي؟ اكيد طبعا. طيب يعني ايه حزب سياسي؟ مجموعة من الناس بتتفق على رأي معين ان هم يحققوه كده. او تمام، يعني هي مجموعة من الناس بيتفقوا على رأي مثلا سياسي وبيكونوا حزب مع بعض. تمام، ده كده يا دكتور. هو مجموعة من الناس، صح بالظبط كده، بيبقى ليها هوية معينة. يعني عارف ايه الأحزاب السياسية؟ فيها حاجة غريبة جدا، ممكن تلاقي ناس كده طالعه بفكره غريبه، تسمع انت ساعات يقول لك حزب الخضر وحزب الحمر وحزب الصفر. عايزه تعمل احزاب. فاهم قصدي؟ لا يعني حتى بره هو فعلا هو مجموعه من الناس بيبقى لها تفكير معين في اتجاه معين، فمن حقها انها تمثله. تمام. وانها تدافع عنه. طب احمد الشاذلي، ليه الاحزاب اللي بتبقى بره مصر ما بتبقى زي مثلا دول اوروبا وكده تبقى مختلفه اختلاف تام عن الاحزاب اللي جوه مصر؟ لان احنا يعني لما بنعمل حزب بنبقى كلنا متفقين على حاجه او كده، بنبقى يعني في اختلاف. يعني الاحزاب اللي بره في اوروبا دي بتبقى كلها واخده مبدا الشورى وكده. طب نسال برضو نفس السؤال. هو انا عايز اقول لك حاجه، هو مش الاحزاب، يعني هو الفرق في البيئه السياسيه اللي هي اقصد بيها ببساطه كده ازاي الناس بتكبر وبتتعلم، يعني سياسه، وازاي ده تتعلم انها تشتغل وانها تعمل اي حاجه اساسا. ال